جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا من ينبع البحر تقول: أمة الله، أمة الله، لها جمع من الأسئلة. في أحدها تقول: ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر، ما معنى العدوى هنا؟ وهل معنى هذا ألا نبتعد عن الأمراض المعدية؟ وكيف نقارن بينها وبين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بألا ندخل في البلد التي فيها الطاعون؟ وهل قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، هل يتناقض هذا الحديث مع ما سبقه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. العدوى هي انتقال المرض من شخص إلى شخص بسبب المخالطة والقرب من المصاب، والعدوى واقعة ومعروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر إنما يقصد العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، أنهم يعتقدون أن المرض يعدي بطبيعته بدون إذن الله سبحانه وتعالى، هذا اعتقاد الجاهلية. أما إذا اعتقد أن حصول العدوى وانتقال المرض من الله، إن شاء انتقل وأصاب السليم وإن شاء سبحانه وتعالى لم ينتقل، فهذا اعتقاد صحيح. المخالطة المصاب سبب من أسباب العدوى، لكن الأمر بيد الله عز وجل، إن شاء حصل هذا وإن شاء لم يحصل، الإنسان يتوكل على الله عز وجل. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم، وأمره بعدم الدخول، نهيه عن الدخول في البلد الذي فيه الطاعون، فهذا من تجنب أسباب الخطر. نحن مأمورون بتجنب أسباب الخطر، لأن القدوم على بلد فيها وباء سبب للخطر والإصابة، وكذلك مخالطة المجذوم سبب للإصابة. نحن نتجنب الأسباب التي قد ينشأ عنها بإذن الله آثار سيئة. نعم.